بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في المحاضرة 38 الليرسينيا. الليرسينيا بنقول عليها كمان هي انتيروبكتريسي لأنها تمتلك صفات الانتيروبكتريسي. هنتكلم عن الليرسينيا بيستس في المورفولوجي اند الكلتشر، ثم الباثوجينيسيس، ثم اللاب دياجنوسيس، ثم التريتمنت اند البريفنشن. هنتكلم على الليرسينيا انتيروكوليتيكس والليرسينيا سيدوتوبركلوزيس. اللي اكتشفها عالم اسمه ألكسندر يلسن، فبالتالي سميت باسمه، ولذلك زي ما قلنا هما 3 سبيشيز: يلسينيا بيستس، ويلسينيا سيدوتوبركلوزيس، واليلسينيا انتيروكوليتيكا. اليلسينيا بيستس مرتبطة بالمرض الشهير اللي هو البلاك ديث اور البلايج اللي هو الطاعون. فتعالوا نشوف البكتيريا دي اللي بتعمل ديزيز عنيف. اليلسينيا مورفولوجي اند الكالتشر، هي اكيد جرام نيجاتيف شورت باسيلاي، وبحانقوا عليها كوكو باسيلاي، نان موتايل، نان كابسوليتد، بالتاكيد نان سبور فورمين. لها يونيك كاركترز هذه البكتيريا، ان عندها قدره لو نصبغها بالجيمسا ستين او الميثيلين بلو او الوايسون ستين، عندها القدره انها تصبغ حاجه بنسميها باي بولر ستيننج، انها تنصدق في الاطراف. فزي ما انتم شايفين الاطراف بتكون دارك في الستيننج. النقطه الثانيه انها في الكالشر دي فاكلتاتيف انيروبز، فتنمو على البلاد اجار وتنمو على المكونكي، على المكونكي تعطي نان لاكتوز فيرمنتر. طبعا على البلاد اجار حقيقه ما في ال 24 ساعه الاولى ما تظهرش خالص، تبدا تظهر من 48 ساعه، من 72 ساعه، فتبدا تعطي جراي وايت ان كلر، وتعمل فرايد ايج ابييرنس، خاصه في ال 72 ساعه تشوف انه كانها بيض عيون الكاركترز حق النمو حقها زي ما انتم شايفينها. هذا النمو حقها بعد 72 ساعة. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس حقها كفيرولنس فاكتور في البداية. هي طبعا احنا كديزيز احنا هو بليك. البليك ده قد يكون بايبنيك بليك اور سيبتسيميا بليك اور النيمونيك بليك. أول فيرولنس فاكتور الانفكتيف دوز. تخيلوا هذه البكتيريا، بكتيريا واحدة إلى 10 بكتيريا ممكن تعمل الديزيز، ولذلك خطورتها إنه أي بكتيريا حتعمل الديزيز. بينما في الاذر اورجانيزم اللي تكلمنا عليها عاوز كميه كبيره للبكتيريا. هذه اول فيرولنس، انه بكتيريا واحده قادره احداث الديزيز. الفيرولنس فاكتور الثاني نسميه احنا البلازمولوجين اكتيفيتنج بروتيز وذا بلازميد ميديتد. شوفوا ايش الفكره، هو ينتقل بالفلي، فالعضه او البايت اوف فلي بالنسبه للهيومن ممكن تعمل عمليه التجلط. فالبكتيريا دي وهي بتروح بتطلع البلازمولوجين اكتيفيتنج بروتيز، فبيروح بيعمل ديستراكشن اور ديزولف اور ديجريديت للفايبرين اند الاكسترا سيلولر بروتين، فبالتالي بيساعدها للانتشار من مكان الاصابه. وذا فيرولنس فاكتور يعتبر مهم، النقطه بيؤدي لانها يحصلها ديسيمينيتد بعد الاصابه مباشره. النقطة الثانية انها عندها الاندوتوكسين اكيد، لانه هو في السل هو الموجود، وهو بيعمل فازو دايليتيشن ومسؤول على قضية البلاك، لانه لو ما يموت الانسان يحصل عنده في الجسم حقه في سبوت البلاك، ليش؟ حنتكلم عليها ان شاء الله بعد شوي. الفيرولنس فاكتور الرابع يسموه فراكشن ال1 اللي هو الانتيجين، وذا عبارة عن بوليساكرايد، شبيه بالبوليساكرايد وشبيه بالكبسول، ولذلك له بنسميه انتي فاجوسايتوزيس. الانتي بوديز تخيلوا اللي تطلع اجينست الفراكشن 1 تعتبر بروتكتيف، دي الانتي بوديز اللي تطلع ضده. الفيرولنس فاكتور الخامس يسموه يلسينيا اوتر ممبرين، وذا عباره عن فيرولنس فاكتور عباره عن بروتين بيعمل انهبيشن لامرين، للفاجوسايتوزيس يعمل انهبيشن وما يخليش الاميون سيستم السيتوكاينز يحصل له برودكشن عشان يحرك خلايا الاميون سيستم. تعالوا الان نشوف الديزيز اللي هو البيوبونيك بليك، اللي اول ديزيز نسميه بيوبونيك بليك. ايش هو البيوبونيك بليك؟ عباره عن زونوتيك ديزيز. هذا الزونوتيك ديزيز يحصل له ترانسميتد تو هيومن، وبالتالي يؤدي الى فيتال نيمونيا. كيف يحصل؟ يحصل الاتي. من فين جاء المرض هذا اساسا؟ اساسا موجود في الرودنت اللي هي الجردان، موجود فيها كسب كلينيكال. فيجي فلي اللي هو البرغوث يلتصق على او يروح يمص الدم حق الرودنت ده وينقله من او اصبح انفكتد، ينقله من الرودنت الى اذر رودنت وهكذا. هذه السيركل الاولى انه ينتقل بين الرودنت. السيركل الثاني للانفكتد فلي ده ممكن يجي للرات وينقله من رات الى رات ومن رات الى رات. اصبح الان البرغوث ده مصاب، فممكن البرغوث ده كمان ينتقل الى الانسان،
ويصيب الإنسان. بعد ما يصيب الإنسان ممكن لما ينصاب الإنسان هنا حيصبح عنده فيما بعد حيصبح عنده نيمونيك بلايك، حينتقل بعدها بالإيريسول من شخص إلى شخص. إذا المود اوف ترانسميشن تو مود اوف ترانسميشن. البيوبونيك بلايك ده ما ينتقلش إلا بالقضية الفلي بايت إنه بعضة البرغوث، لكن ممكن ينتقل لما يصبح الشخص ده مصاب بنيمونيا ينتقل بالإيريسول أو الدروبلت من شخص إلى شخص. اهو زي ما انتم شايفين نعيدها كمان، دي انفكتد في البيوبانيك بلايك انه انفكتد فلاي اللي هو البرغوث اصاب او عض الهيومن، فبالتالي حيحصل بيوبانيك بلايك. اذا البيوبانيك بلايك حينتقل بعضة الفلاي اللي هي عضة البرغوث. البكتيريا دي ممكن تنتقل للدم، فلما تنتقل للدم حتروح لللنج، ولما تروح لللنج حيحصل فيه النيمونيك بلايك. لما يصبح الشخص مصاب بالنيمونيك بلايك حينتقل من شخص إلى شخص هنا بالدروبليتس وليس بقضية عضة البرغوث. إذا تعالوا نشوف الباثوجينيسيس للبيوبانيك بلايك. أول شيء إن الشخص ده أو الانفكتد فلاي ضروري يكون البرغوث مصاب، حيصيب الإنسان أو أصاب الإنسان انفكتد. بعد ما يصيب الإنسان ده حيحصل انه الاورجانيزم ده حيسافر او يحصل له ترافلنج للثرو الليمفاتيك سيستم وحيوصل لاي اقرب درينج ليمف نود. لو ما يحصل الدرينج ليمف نود طبعا احنا اتفقنا ان معاه فيرولنس فاكتورز اللي هو الاوتر ممبرين بروتين، فبالتالي حيمنع الفاجوسايتوزس. فلو ما يمنع الفاجوسايتوزس حيبدا الاورجانيزم ده يحصل له ريبليكيت بهاي نمبر في الليمف نود، ولو ما يحصل ريبليكيشن بهاي نمبر وتكثر عمليه البكتيريا حيبدا يحصل انفلاميشن. نتيجه لهذا الانفلاميشن حيحصل سولينج، حيحصل الهوت وسولينج وعند تندر في الليمف نود دي. فزي ما انتم شايفين الليمف نود دي حصل فيها سولينج واصبحت هيموراجيك، وحنقول ليش بعد شويه حتكون بلاك. زي ما انتم شايفين كمان دي حصل في الليمف نود حصل فيها اللارجد، كمان نفس الوضع ده في الاكزيلا دي حصل كمان اللارجد لقضيه الليمف نود. بتكون طبعا في فيفر وفي بينفول في الليمف ادينوباثي، ويكون في معها مصاحبه بالشلز والملايز ونوزيا وفوميتنج. انكوبيشن بيريد تخيلوا دي في 1 ويك تحصل. طيب النقطه الثانيه تعالوا نشوف السبتسيميا بلايك. السبتسيميا بلايك مش اتفقنا انه هي موجوده اساسا في الليمف نود، لو راحت للبلد حيحصل ان الاندوتوكسين ذا حيحصل له ديسيمينيتد، لان الاندوتوكسين حيعمل فازو دايليتيشن وبالتالي حيحصل ديسيمينيتد. ولما يحصل ديسيمينيتد اللي نقول عليها انترا فاسكولار كوغليشن، اذا في معنى اندوتوكسين، الاندوتوكسين ده حيعمل فازو دايليتيشن، حيحصل ديسيمينيتد انترا فاسكولار كوغليشن، حيتكون على اثرها تيني بلاد كلوتس، حتكون خثرات يعني صغيره جدا، الخثرات الصغيره جدا حتؤدي الى سكيميك نكروسيس، وبالتالي هي السبب عن البلاك ديث او عن البقع السوداء. ولذلك هم زمان ما كانوا شي يعرفوا، فكانوا لما يموت الشخص يشوفوا البقع السوداء فكان يسموه الموت الاسود نتيجه لحدوث الديسيمينيتد انترافاسكولار كوغليشن. من السبتسيميا بلايك حينتقل زي ما قلنا لانه في البلاد حينتقل للنج وحيؤدي الى نيمونيك بلايك. اذا الان حنتكلم على النيمونيك بلايك. النيمونيك بلايك حيحصل الاتي، انه هنا البكتيريا دي حتنتشر الى البلاد، ولما تنتشر للبلد حيصاب الانسان بالنيمونيك بلايك. وانس انه انصاب الانسان بالنيمونيك بلايك حيعدي الشخص الاخر هنا بالايروسول، مش حيعديه انه الفلاي يجي ياخذ الانفكشن او يعمل بايت، حينتقل بالايروسول من شخص الى شخص الى شخص. وتخيلوا ده حيصبح هنا حيصبح بانديميك وكمان فيتال، تخيلوا خلال 2 دايز يحصل الوفاه، وبالتالي حيحصل بانديميك لانه حينتشر بالايروسول. طيب اذا حنلخص الباثوجينيسيس انه هيحصل انفيجن. ممكن الانفيجن يحصل له ستوب في الليمف نود ونقول عليه البايو اللي هو البايوبانيك، لكن في الغالب انه هيحصل له سبريد، حيروح الاورجانيزم حيوصل للبلد. لو ما يوصل للبلد ده اليرسينا حتوصل لللنج، لو ما توصل لللنج دي حيحصل ريزيست للفاجوسايتوزس، وبالتالي حيحصل انفلاميشن. لو ما هيحصل انفلاميشن دي ممكن يحصل حيحصل الترانزميشن من هيومن لهيومن بالقضيه الدروبلتس، وقلنا عليه فيتال، وقلنا عليه كمان انه بانديميك. وغير كده انه ممكن يستخدم في البايو تيروريزم،
اللي هي في الأسلحة البيولوجية، إنه اعتبار إنه لو تخيلوا لو موجود الأورجانيزم ذا وبالإيرسول يحصل له استنشاق خلال 2 days يموت الإنسان. كيف نعمل لاب دايجنوس؟ سهل جدا، نشوف إذا في الأسبريشن من الليمف نود، مش قلنا إنه حصلها إنلارجد، فنروح نسحب أسبريشن من الليمف نود، أو نأخذ من السبيوتم على اعتبار إنه في نيمونيا، أو نأخذ من البلد عشان نشوف السيرم والأنتيبوديز. تعالوا نشوف أول شيء الدايركت الديتكشن. جيم ستين ممكن نسبغها بجيم ستين أو مثلاً بلو، وحنشوف الباي بولر ستينينج، هذه مهمة وكاركترستيك. النقطة الثانية بالدايركت إن إحنا ممكن نعمل ديتكشن للكابسولر اللي وقلنا عليه فراجمنت وان أنتيجين اللي هو الإف أنتيجين بواسطة الفلورسنت ستينينج. شايفين ده الأنتيجين، نروح نجيب الأنتيبوديز مع الفلورسنت وممكن نعملها ديتكشن. النقطة الثالثة في الدايركت ديتكشن، ممكن نعمل ديتكشن بالريال تايم بي سي ار، وهل الجين موجود حق اليرسينيا او البيستس او غير موجود. نعمل كالشر، ممكن نعمل كالشر زي ما قلنا على البلد اجار ونحفظها، او نعمل انكوبيشن ات 27 ل 30 ديجري سنتيغريد، هتعطينا اللي هي جراي وايت كلر ونسميها فريد ايج ابييرنس، لكنها بعد 72 ساعة. لكن هنا نقول يعني حذاري في هذا الامر، لان احنا حنعرض الناس هنا للانفكشن، فما يعملش الكالشر الا في حاجه في ريفرنس لاب. ممكن نعمل سيرولوجيكال تيست اللي هي نشوف الاليزا ونشوف هل في رايزنج تيتر وتعتبر دايجنوستيك لليرسينيا بيستس. التريتمنت اند البريفنشن، بالتاكيد البيشنتس ده اللي هو سسبكتد وشاكين ان عنده البلايك ده المفروض يحصل له كارانتين ويعزل. النقطة الثانية لابد نستخدم الانتي رات ميجرز، كل الانتي اللي بتعمل حد من وجود الراس دي نستخدمها. كمان نفس الوضع اللي بتعمل الميجرز اللي بتعمل انتي الفلي او ضد البراغيث كمان بنستخدمها عشان نقضي على هذا الديزيز. طبعا الديزيز زمان كان لانه ما كانش في انتي بايوتكس فكان مميت، لكن الان الانتي بايوتكس بالنسبة لهذا الديزيز هي تعتبر افكتيف. طيب تعالوا نشوف الانتيرا الانتيروكوليتيكا اللي هي يرسينا انتيروكوليتيكا واليرسينا اللي هي سيدو توبركلوزز اللي بنسميها بيقول بيعملوا انتيروكولايتس. كل ما في الموضوع ان الانيمال يحصل لها انفكتد، فلو حصل انفكتد وخرجت الفيسز بتاعت الانيمال الى الووتر وحصل لها كونتامينيشن وبالتالي الفواكه والخضروات تلوثت غسلناها بماء ملوث حيحصل الانفكشن. هذه النقطه الاولى بالنسبه للانتيروكولايتس caused by Yersinia enterocolitica، أو إنه الألبان حقها وهي مصابة حيكون موجود في اللبن فحيستهلكه الإنسان وحيصاب، أو قضية إنه اللحم حقها ما حصلوش مثلا طبخ بشكل كويس أكله الإنسان فحيصاب. فهذه 3 mode of transmission بالنسبة لها. كيف حيحصل الانفكشن؟ حيحصل انجيشن بالثلاث الطرق اللي قلناها، حيحصل له مالتيبليكيشن في الجت في للمايكوزا، بالتالي حيحصل انفلاميشن اند الالسريشن، وبالتالي حيحصل عمليه ما نسميها الوتري دياريا، ممكن تصبح وتري الى البلد دياريا. طبعا هو سيلف ليميتنج تتراسايكلين يعتبر يعني في السيفير كيسز يعتبر دراج اوف تشويس. كنت معكم في ما مضى من الوقت حول اليرسينيا بيستس، تكلمنا عليها على الباثوجينيسيس على الدياجنوسيس على التريتمنت والبريفنشن، وتكلمنا عن اليرسينيا انتيروكوليتيكا واليرسينيا سيدو توبركلوزيس. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.